كثير من المراقبين في المشهد السياسي السوداني يتساءلون هل عاد السودان مرة أخرى للعزلة الدولية بعد 25 من أكتوبر؟ نناقش هذا الموضوع مع وزير الخارجية الأسبق ومستشار رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عمر قمر الدين. أهلا بك سيد عمر على شاشة الحرة. أهلا بك يا أستاذ أريج ومرحب بمشاهديك الكرام. أهلا بك. كيف تقيم علاقات السودان الخارجية في الوقت الحالي سيد عمر؟ من الصعب جدا أن نذكر السودان والعلاقات الخارجية في نفس الجملة، لأن السودان الآن في شبه عزلة بعد انقلاب 25 من أكتوبر من العام الماضي، فقد كان السودان في طريقه إلى العودة إلى أحضان المجتمع الدولي، إلا أن الانقلاب قضى على هذه الآمال، ونأمل أن نستعيد المسار للتحول الديمقراطي المنشود في السودان حتى يعود السودان مرة أخرى فاعلا ومؤثرا وعضوا في الأسرة الدولية. كانت هناك وعود من المجتمع الدولي بدعم السودان، أخبرنا بحجم هذه الوعود وهذه المساعدات التي تكلم عنها المجتمع الدولي لدعم السودان. كل من نظر إلى الثورة السودانية منذ أبريل 2019 يجد أن العديد من ممثلي الدول كانوا في ساحة الاعتصام، وشهدتم جميعا وصول وفود ضخمة جدا من مجتمعات مختلفة ومن دول مختلفة، رؤساء حكومات ورؤساء دول وشخصيات عامة وفدوا إلى السودان تحية للشعب السوداني ولثورته، وأيضا لمناهضة الدكتاتورية ولإيقاف كل أنواع العزلة التي كانت ضربت على السودان ولعودة السودان للمجتمع الدولي. ولذلك عندما عدنا من مؤتمر باريس مثلا كانت هنالك وعود بإعفاء الديون، وقد بلغت هذه الديون ما يزيد على 14 مليار دولار، وذلك الجزء الذي تم الوعد بإعفائه قبل حتى أن ندخل في مسألة الهيبك وغيره، وكنا سنضيف عدة بلايين أخرى بعد اكتمال عملية الهيبك. هل يمكن أن تطلعنا على المبلغ بالتحديد سيد عمر؟ المبلغ كله كان في حدود حوالي 65 إلى 70 مليار دولار، هذه كانت ديون السودان أو مديونية السودان. المتوقع أن يعفى في ذلك الزمن كبداية كان حوالي 14 مليار دولار، وكنا على وعد بأن تصل إلى السودان في خلال سنة واحدة وبداية السنة الجديدة ما قيمته حوالي من 4.5 إلى 6 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية. هل فقد السودان حاليا كل هذا المبلغ؟ لقد شهدنا ذلك منذ 25 أكتوبر، أننا لم نعد في قائمة الدول التي تستفيد من أي من المنح والهبات أو حتى الديون من العالم للسودان، وحتى برامج مثل برامج الثمرات وغيرها قد تأثرت. أبقت الولايات المتحدة فقط على المساعدات الإنسانية، وتوقفت حتى المساعدات التنموية من كل دول العالم، برامج الإيفاد، برامج الأمم المتحدة التي كانت ستصل إلى السودان، وهذه مسألة بتاعت ثقة في حكومة السودان الحالية. هناك من يقول أن هذه المساعدات يستفيد منها المواطن السوداني وليس الحكام، ما تعليقك على هذا الموضوع؟ نعم، ولكن من هو الأمين والقمين على هذه المساعدات؟ ليس الشعب السوداني كأفراد، فهذه المؤسسات لا تأتي إلى الشوارع وتوزع هذه الهبات، ولكنها تتعامل مع منظمات موجودة في الدول، تتعامل مع حكومات وتتعامل مع مؤسسات. فإذا لم تكن هنالك ثقة في الحكومة أو ثقة في المؤسسات في أي دولة ما، أحجمت الدول عن دفع هذه الهبات والقروض وغيرها. كلمنا عن الثقة، هل يمكن للسودان أن يستعيد هذه الثقة مرة أخرى؟ بالتأكيد، لأن المطالبة ليس من المجتمع الدولي وإنما من الشارع السوداني بأن يتنحى هؤلاء الذين أتوا إلى السلطة بالعيل، وأن تعود السلطة إلى الشعب السوداني وأن تكون مدنية خالصة، وبذلك نكتسب ثقة العالم، وبذلك نعود إلى المجتمع الدولي، وبذلك يعود السودان إلى مساره الصحيح
من موقعك السابق كوزير للخارجية، من يدير السياسة الخارجية السودانية؟ هل تديرها الحكومة التنفيذية أم القصر؟ من العبث أن نقول أن هناك أي مؤسسة تنفيذية الآن في السودان تفعل أي فعل مما يجب أن تفعله المؤسسات التنفيذية. فالسودان الآن يعيش على أوامر مؤقتة تصدر من القصر، فإذا كانت الأوامر تنظم حياة الناس وتنظم الاستثمار وتنظم، فمن باب أولى أن العلاقات الخارجية أيضا تأتي من القصر. هذا هو عصر غياب المؤسسات، هذا هو يعني عصر. وحتى في فترتك كانت تدار من القصر سيد عمر؟ لا بالتأكيد، لقد كانت وزارة الخارجية تدار من وزارة الخارجية، وهنالك العديد من المواقف. ولكن شهدنا بعض الأحداث في هذه الفترة يا سيد عمر، منها ملف التطبيع مع إسرائيل، والذي يعني شهدنا من تحرك فيه كان هو رئيس مجلس السيادة السوداني وليست وزارة الخارجية. تحرك لوحده بلا علم من وزارة الخارجية، ولعلك تذكرين أن الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء نفسه قد أعلن أنه لم يعلم بتحرك القصر. ولكن المتحدث إذا تذكر أيضا في وزارة الخارجية ذكر أنكم كنتم على علم بذلك. لم نكن على علم على الإطلاق، هذا افتراء، وأنا أتحدى من يقول أن وزارة الخارجية كانت على علم فعندما كان هو في أوغندا أنا كنت خارج البلاد، كنت أمثل السودان في أوروبا، وعندما علمت بذلك بعد عودتي إلى السودان استفسرت، فعلمت أن السيد رئيس الوزراء نفسه لم يكن على علم بهذا التحرك. هذا الملف قد قلنا فيه الكثير، وقد ظن الكثيرون أن حكومة الدكتور عبد الله حمدوك في ذلك الزمن تعير انتباها لملف التطبيع حتى يخرج السودان مثلا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأنا أقول أن ذلك غير صحيح، فقد كان إصرارنا دائما على فصل الملفات، والدليل على ذلك أن رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب قد تم والتطبيع لم يتم في السودان إلى الآن، وكل ما نراه الآن محاولات من أفراد ومؤسسات يذهبون سرا إلى إسرائيل ويعودون سرا من إسرائيل ويتلقون زيارات سرية من مسؤولين إسرائيليين، وكأن التطبيع هو أمر سري، وهذا دليل على أن التطبيع لم يقم. وكان رأينا أن الحكومة الانتقالية ليس هذا من شأنها، وإنما هذا من شأن الشعب السوداني يقرره متى ما عادت السلطة إلى الشعب السوداني، ونحن كنا فقط قائمين على السلطة حتى يستلمها الشعب السوداني. سيد عمر، هناك لغة تصعيدية وخطاب عدائي تجاه بعثة يونيتامس لدرجة أن البرهان هدد بطرد فولكر. ما رأيك في هذه التصريحات أو هذا التصعيد تجاه بعثة يونيتامس، وإلى أي مدى يضر ذلك بالسودان؟ لو تذكرين لم تكن المؤسسة العسكرية الحاكمة الآن، في ذلك الزمن عندما كنا شركاء في الحكم لم يكونوا أيضا منشرحين لمسألة هذه البعثة التي جاءت بطلب من السودان، وأن كان ما يدور في ذلك الزمن أن هذا تدويل لمسألة السودان، وأن السيد عبد الله حمدوك يضع كل ثقله في المجتمع الدولي وغير ذلك من الترهات. والآن تستمر هذه الترهات وهذه اللغة العدائية تجاه المجتمع الدولي، في حين ممن كانت هناك كانت من المكون العسكري يعني؟ نعم، كانت من المكون العسكري واستمرت هذه الأشياء والمكون العسكري. لماذا في نظرك يا سيد عمر؟ هذه هي اللغة يستعطف بها الشعب السوداني، يضع الحكومة المدنية في موضع مقارنة، انظروا إلينا نحن نعول على الشعب السوداني بينما تعول الحكومة المدنية على المجتمع الدولي، وهذا افتراء وكذب، فمن أتى بالحكومة المدنية هو الشعب السوداني. فلذلك هذه اللغة التصعيدية هي اللغة مقصود منها التهريج ليس إلا، في حين أن الحكومة تود وترجو وتحاول من الأبواب الخلفية الوصول إلى المجتمع الدولي وإرضاء المجتمع الدولي بكل ما تملك. هذه ازدواجية المعايير لدى من لم يجد في نفسه الثقة أن يحكم الشعب برضاء الشعب وبدعم الشعب. سيد عمر، ما رأيك في التقارب
الحالي مع روسيا، تقارب المكون العسكري مع روسيا في هذه الفترة تحديدا، وهل سيضر بالسودان؟ هي نفس الظنون التي دعت بهم إلى التقارب مع إسرائيل على أن تلك هي البوابة الأقصر للوصول إلى المجتمع الدولي. فالآن نجد الحكومة تتصرف نفس التصرف الذي تصرفه رئيس النظام البائد المخلوع عمر البشير عندما ذهب وبملء فيه إلى فلاديمير بوتين ليدعوه لحماية السودان من الولايات المتحدة الأمريكية، في حين أنه في نفس الوقت كان يتودد إلى الولايات المتحدة الأمريكية. فهذه هي مسألة مفهومة في عرف هؤلاء الناس الذين لا يجدون في أنفسهم الثقة لدخول اللعبة الدولية والتعامل مع المجتمع الدولي، يرون أن هنالك أبيض في مكان وأسود في مكان آخر، في حين أن هذا ليس هو الواقع الحقيقي، إنما هذا تصوره لهم أوهام هؤلاء المستشارين الذين لا يفقهون في العلاقات الدولية وفي لعبة الأمم. يصورون لهم أنكم إذا ذهبتم إلى روسيا فسوف تضغطون الأمريكان وسيأتوكم صاغرين غدا. هذه لعبة انتهت من عصر الحروب الباردة وغيرها. فلذلك ظللنا دائما نقول عندما كنا في الحكومة أننا لسنا غربيين ولا شرقيين ولا أمريكان ولا روس، نحن سودانيون نتعامل مع مصالحنا ومصالحنا فقط. نعم، هناك تحرك حاليا في الكونغرس سيد عمر لفرض عقوبات على قادة الجيش، هل تتوقع أن يمضي الكونغرس أو الحكومة الأمريكية في فرض عقوبات على قيادات من الجيش السوداني؟ هذا مرهون بتصرف قيادات الجيش السوداني ومن هم على سدة الحكم الآن. فالعقوبات ليست مقصودة لذاتها، العقوبات سلاح، وعندما تتحدث إلى الذين يفرضون العقوبات سيقولون لك العقوبات مقصود منها تغيير السلوك. فإذا ما غيروا سلوكهم وإذا ما ارتضوا بأن تؤول السلطة المدنية الكاملة إلى الشعب السوداني فسيتفادوا تلك العقوبات. فعندما كنا نعمل في العقوبات وقال الذين قالوا خطأ أننا جيشنا تلك الدول وتلك العقوبات لمعاقبة الشعب السوداني، كلا بالعكس، لقد عملنا على إبعاد العقوبات على الدول وأن تكون العقوبات على الأفراد والمؤسسات التابعة لهم، فذلك أجدى وذلك أنفع، لأننا لا نعاقب الشعوب وإنما نعاقب الفاسدين المفسدين المتسلطين المتجبرين والديكتاتوريات. سيد عمر، حاليا الآلية الثلاثية تعمل على حل الأزمة السودانية، هل يمكن بنجاح عمل الآلية الثلاثية أن يكسب ثقة المجتمع الدولي مرة أخرى؟ سوف لن تكسب الآلية الثلاثية أو غيرها ثقة المجتمع الدولي للسودان، سيكسب الشعب السوداني ثقة المجتمع الدولي في السودان. فالشعب السوداني مستمر في ثورته ومستمر في المطالبة بعودة الحكم المدني، فإذا ما عاد الحكم المدني غدا سنعود إلى أحضان المجتمع الدولي. الآلية الثلاثية وغيرها هي تساعد الشعب السوداني، ففي نهاية الأمر القرار هو قرار السودانيين وهم الذين سيعيدون بلادهم لما كانت عليه. فإذا ما عدنا للفترة الانتقالية وإذا ما سرنا في مسار التحول الديمقراطي عادت كل هذه الأشياء إلى مجاريها وعدنا معا إلى المجتمع الدولي كأعضاء فاعلين ومؤثرين. ما الذي يجب على الحكومة في نظرك أن تقوم به لتكسب هذه الثقة مرة أخرى وتكسر العزلة؟ يجب على الحكومة الآن الحوار مع الشعب السوداني وأن تعيد إليهم مؤسساتهم المفقودة وأن يتنحى العسكر ويكونوا جزءا من مؤسسات السلطة في السودان كما كانوا في مؤسساتهم العسكرية يعملون تحت الحكومة المدنية. الخطط والبرامج والاتصالات وكل هل تتوقع أن يعود العسكر إلى الثكنات سيد عمر؟ سيعودون إن أرادوا أو لم يريدوا، فهذه إرادة الشعب وإرادة الشعب غلابة دوما. وبالنسبة لهم هم سودانيون، نحن لا نعادي المؤسسة العسكرية، الشعب السوداني لا يعادي المؤسسة العسكرية. يجب أن يفهم العسكر نفسهم هذا.
العسكر جزء من هذا الشعب السوداني، المؤسسة العسكرية جزء من مؤسسات الشعب السوداني، وهي من مواريث وهي من استثمارات الشعب السوداني، فلن نتخلى عنها الشعب السوداني. المعركة ليست بين الشعب السوداني والعسكر، المعركة بين هؤلاء الذين هم جزء من المؤسسة العسكرية واختاروا أن يستولوا على مقدرات الشعب السوداني، هذه هي المعركة. فإذا ما عادوا إلى مؤسستهم وعادت المؤسسة كجزء من الشعب السوداني ومؤسسات الشعب السوداني الأصيلة تحت الإدارة المدنية التي يتوق لها الشعب السوداني منذ استقلال هذه البلاد، فنعود نحن جميعا إلى أعمالنا وتعود الدولة كما كانت ونعود إلى المجتمع الدولي. وبالنسبة للقيادات في الجيش حاليا، رئيس مجلس السيادة ونائبه، هل تتوقع سيد عمر أن يتخلوا عن السلطة؟ يجب أن يتخلوا عن السلطة، هذا ليس توقع، هذا قرار الشعب السوداني، وقد قاله داويا ويقوله كل يوم في مسيراته وفي أناشيده وفي متاريسه وغيرها. لماذا يصر هؤلاء الناس أن يحكموا الشعب السوداني بالحديد والنار وضد رغبته؟ اذهبوا إلى المؤسسة العسكرية التي تنتموا إليها، كونوا جزءا من هذا الشعب السوداني، كونوا جزءا من مؤسسات هذا الشعب السوداني، سيحترمكم الشعب السوداني، لأن الشعب السوداني يحترم قادته ويحترم مؤسساته، ولكن مدار الحكم ومناط الحكم في تعريف الشعب السوداني هو الحكومة المدنية. شكرا لك سيد عمر قمر الدين، وزير الخارجية الأسبق، كنت معنا من الخرطوم. شكرا لك. شكرا جزيلا.